الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح. مشروع الديانة الإبراهيمية الجديد الذي انطلق من الجامعات الأمريكية مرورا بمراكز الأبحاث التابعة للCIA منها راند وصولا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، هذا المشروع الذي يمثل ذروة صفقة القرن لبيع القدس وإكمال صفقة الهيمنة الصهيونية على البلاد العربية. هذا الطرح الجديد الذي تبنته الإدارة الأمريكية تحت ما يسمى بالدبلوماسية الروحية بديلا عن صراع الحضارات ونهاية التاريخ عند هنتكتون وفوكوياما للتعايش السلمي تحت راية إسرائيل، هي آخر ابتكارات العبقرية الأمريكية في حقل التجارب العربي وعبر وسيطها الصهيو عربي دويلة الإمارات التي عقدت اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني باسم اتفاق إبراهيم. فهل يمكن إزالة الفوارق بين الديانات السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام؟ وما أوجه مصادمة هذا المشروع لمحكمات الدين وأصول الإسلام وقطعيات الشريعة؟ نحاور حول هذا الموضوع الشيخ الدكتور عطية عدلان أستاذ السياسة الشرعية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وسادة المشاهدين، حياكم الله. مرحبا بك شيخنا الكريم. دكتور، لو نبدأ بما المقصود بالديانة الإبراهيمية الجديدة وكيف ظهرت هذه الفكرة أو هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ وننطلق من هذه الآيات من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الانتساب للأنبياء والانتماء للأنبياء ليس بالنسب ولا بالادعاء، وإنما يكون بالاقتداء والابتداء. ومن هنا لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كما يدعى أهل الكتاب، ولم يكن من المشركين كما ادعى أهل مكة، فقد ادعت قريش وادعى أهل مكة والعرب أنهم أولى الناس بإبراهيم، لأنهم ينتهي نسبهم العرب العدنانية ينتهي نسبهم إلى إسماعيل من إبراهيم، وادعت اليهود والنصارى أنهم أولى بإبراهيم لأن نسبهم ينتهي من خلال إسحاق إلى إبراهيم. بينما النسبة إلى الأنبياء والأولياء لا تكون بالنسب ولا تكون بالإدعاء، إنما تكون بالاتباع والاهتداء. ومن هنا جاء قوله تبارك وتعالى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالأمة الإسلامية حصرا هي الأمة التي تستحق الانتساب لإبراهيم عليه السلام، ولا توجد أمة من الأمم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تملأ فمها بالادعاء بهذا الانتساب، إنما إبراهيم حنيفا مسلما ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا كان من المشركين. هؤلاء الذين يريدون أن ينشروا دينا جديدا ليقوضوا به الإسلام من جذوره، إنهم لم يستطيع طوال هذه الحروب كلها أن يهدموا الإسلام، وأخيرا وجدوا حيلة هي الباب الوحيد إن نجحوا فيه لهدم الإسلام. وبما أن الإسلام لا يهدم وبما أنه باق إلى يوم الدين، فإن تجربته محكوم عليها بالفشل إن شاء الله عاجلا أو آجلا. يقصدون بالدين الإبراهيم ماذا؟ يريدون يعني زعما منهم أن إبراهيم عليه السلام هو يعني جذر مشترك لهذه الديانات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، فيأتون بآيات من القرآن تؤكد نسبة المسلمين إلى إبراهيم وتعظيم المسلمين لنبي الله إبراهيم، وكذلك بمقطوعات من الإنجيل والتوراة ليثبتوا بها أن أيضا أهل الديانتين اليهودية والنصرانية يعني يتشرفون بالانتساب لإبراهيم. وما دامت الديانات الثلاثة تتشرف للانتساب إبراهيم عليه السلام، إذن فلماذا لا نعمم دينا للمنطقة كلها يكون هو الدين العام والشامل وهو الدين الإبراهيمي، فيخرج اليهود والنصارى في المنطقة والمسلمون من أديانهم
ليدخلوا في هذا الدين الجديد وهو الدين الإبراهيمي. نعم. طيب شيخنا، ربما يعني من يسمع هذا الكلام لأول وهلة ربما يظن أنه يعني شيء مشروع خيالي ولا يمكن تطبيقه في أرض الواقع. يعني لو نأتي بالمبررات، كيف ظهرت هذه الفكرة؟ ما أسباب الانتقال من الآن إسرائيل لها أكثر من حوالي 70 سنة وهي تحاول فرض هيمنتها وسيطرتها بالقوة بالتفوق العسكري وبالدعم الأمريكي، ما الجديد الذي طرأ حتى يخرجون بمثل هذا المشروع؟ هو الجديد الذي طرأ هو إيه؟ هو أن إسرائيل يعني ومن وراء إسرائيل تبين لهم أنهم لن يستطيعوا بالقوة المادية والعسكرية وحدها أن يخضعوا المنطقة، ولن يستطيعوا أن يحققوا ما أرادوا من السلام. والمقصود هنا بالسلام ليس السلام القائم على العدل، وإنما السلام القائم على التسليم بالوضع القائم. هم يريدون السلام فعلا، ولكنهم لا يريدون السلام القائم على العدل، إنما يريدون السلام القائم على التسليم والاستسلام للواقع القائم الحالي، بل والتسليم والاستسلام لما يخطط ويراد في المستقبل. فالذي يخطط له ويراد في المستقبل هو ماذا؟ هو أن تكون الكرة الأرضية كلها تحت هيمنة جهة واحدة، وهنا في المنطقة منطقة الشرق الأوسط أن يكون الشرق الأوسط كله تحت هيمنة قوة واحدة وهي القوة الإسرائيلية، ومن ثم يريدون أن تكون المنطقة شبه ولايات متحدة إسرائيلية، بمعنى ليس على نحو فدرالي أو كونفدرالي، وإنما على نحو تكون فيه كل هذه الدول العربية والإسلامية خاضعة خضوعا تاما للهيمنة الإسرائيلية، وتكون إسرائيل هي رأس السلطة في هذه المنطقة. هذا لكي يتحقق لا يمكن أن يتحقق بقوة العسكرية وحدها ولا الاقتصادية ولا السياسية، إنما لابد من تسييس الدين وتدين السياسة لتحقيق هذه الأغراض. وهذا الاتجاه، اتجاه تسييس الدين وتدين السياسة، اتجاه موجود الآن. نعم. وهو لا يتناقض مع الاتجاه العلماني القديم الذي يفصل السياسة عن الدين، لا يتناقض معه. كلاهما يعني تسخير، يعني كلاهما إبطال للدين. فهم يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، بمعنى أنه لا يصح أبدا أن يتسلط الدين على السياسة ولا على الحياة، ولا يصح أن يكون للدين سلطان إلا فقط على القلوب والمشاعر وعلى بيوت العبادة وحسب. أما أن يكون له سلطان على الحياة فهذا لا يمكن، هذه العلمانية. انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي تسخير الدين نفسه، هذا أو ما تبقى من بقايا الدين نفسه، تسخير هذا لكي يحقق السلام القائم على الاستسلام للوضع القائم أو التسليم بالواقع القائم. هذا ما يسمونه الآن في الغرب أو في فكر هؤلاء بتسييس الدين وتدين السياسة، يعني أن يكون الدين خادما للسياسة إلى النخاع. ومن ثم فهذه الخطة التي يريدون تنفيذها في المنطقة هي الخطة التي لجأوا إليها بعدما تبين لهم أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق أحلامهم الكبرى بإقامة إسرائيل الكبرى التي يحلمون بها. وإن كانت إسرائيل الكبرى التي يحلمون بها تحولت إلى شكل آخر وإلى صورة أخرى، فبدلا من التوسع الجغرافي الذي يضطرهم إلى أن يملؤوه بقوة عسكرية وحشد يهودي في المساحة الجغرافية، لا، هم هكذا يعني يكتفوا بما تحت أيديهم من مساحة ويؤكدوا هيمنتهم على القدس باعتبارها عاصمة أبدية لهم وأزلية لهم ومستمرة لهم، ومن خلالها يحكمون العالم الإسلامي كله ويبتزون خيراته ويبتزون ثرواته ويتحكمون في مصائر الشعوب في المنطقة كلها. نعم. طيب دكتور، ربما يعني الصراع الإسلامي اليهودي والصهيوني في فلسطين، على أرض فلسطين، ربما كان يتخذ مراحل كثيرة. هذه المرحلة ما الآن ربما استعمال مثل هذا ما يسمى بالمسار الثاني، الدبلوماسية الروحية، بدلا من القوة الغاشمة والعسكرية، هل كان هذا نتيجة
يعني من أسبابه ربما حرب 73 وكذلك أيضا الثورات العربية؟ يعني هو حرب 73 اللي هي حرب أكتوبر العاشر من رمضان، وإن كان نصرها لن يكتمل، وإن كانت قد انتهت وختمت بي على الأقل هزيمة سياسية، إن لم تكن أيضا هزيمة عسكرية في آخر المطاف بالثغرة التي مر من خلالها إلى الضفة الغربية، وبحسب الإحصائيات القتلى من الجانبين تعتبر المعركة لم تكن نصرا بالشكل الكامل، إنما كانت في أولها نصرا. فهذه المعركة برغم ذلك شكلت لطمة قوية على قفا الاحتلال الإسرائيلي وعلى وجهه. هذه اللطمة القوية التي لم يكن يتوقعها الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن يتوقعها الكيان الصهيوني جعلتهم يعودون التفكير في استراتيجية امتدادهم. فبدل من أن يتمددوا جغرافيا على مساحات لا 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 يستطيعون ولا يملكون القدرة على ملئها، ولا سيما مع وجود المقاومة الفلسطينية الداخلية التي تجعل الإسرائيليين والمستوطنين دائما في حالة خوف دائم، والتي تحد من الهجرة اليهودية إلى المنطقة، بل وتحدث هجرة عكسية تجعلهم يعني في حالة فراغ شديد في لا يستطيعون من خلاله ملء المساحات التي يحتلونها، ومن ثم غير استراتيجيتهم في التفكير. وكانت كتلة الليكود والواقع أنها توافقت مع الأحلام الإسرائيلية، بدأوا يفكرون في أمر آخر، وهو من خلال التطبيع يتغلغلون، يقلصون امتدادهم جغرافيا ويتغلغلون سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودبلوماسيا وفي أحشاء ومخابراتيا في أحشاء الأمة الإسلامية. ومن ثم جاءت كامب ديفيد، وجاء من بعدها معاهدة أوسلو، ثم معاهدة وادي عربة الأردنية الإسرائيلية، ثم نابلس، ثم بعد ذلك في الواقع المعاصر جاء التطبيع مع الإماراتي والبحريني والسوداني والمغربي، والذي يتوقع أن يمتد إلى بلد أخرى. هذا التطبيع من خلاله تصير العلاقات طبيعية بين إسرائيل والوطن العربي. وبما أن إسرائيل متفوقة من حيث الأجهزة ومن حيث أجهزة الاستخبارات ومن حيث القوى العسكرية ومن حيث الدعم السياسي والاقتصادي من أمريكا والغرب، فلا شك أنها سوف تتمكن من التغلغل في البلاد العربية والتأثير الشديد على التعليم والثقافة والدين والاجتماع والأسرة والاقتصاد والبيئة والصحة والزراعة وكل شيء. وهذا واضح في مصر، مصر أنموذج الآن، يعني مصر أنموذج لهذا الهلاك الذي سببه التطبيع، هلاك في كل شيء. الأرقام الذين أصيبوا في مصر بالفشل الكبدي والفشل الكلوي وبالسرطانات، كل هذا والقاصي والداني يعلم والصغير والكبير يعلم علم اليقين بأن كل هذا سببه هو التطبيع العربي المصري الإسرائيلي. كل هذا سوف يمتد في المنطقة، ستستطيع إسرائيل بهذا أن تهيمن على المنطقة دون أن إيه؟ أن تبذل ودون أن تدفع ثمنا باهظا من أرواح أبنائها ومن دمائها ومن الأموال وغير ذلك. لا. تبقى المشكلة المعضلة الكبيرة هي المقاومة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية هذه مع تصاعد الحلم الإسرائيلي بهدم الأقصى وبناء الهيكل على أنقاض الأقصى وتهويد القدس وجعل القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، هذه المقاومة لا يمكن أن تفطر ولا يمكن أن تهدأ، فلا بد من الالتفاف عليها وتأكيد التمكين الإسرائيلي في المنطقة بهذا المشروع الجديد، وهو مشروع الدين الإبراهيمي الذي جاء متوازيا مع التوسع في التطبيع، وجاء كذروة ونهاية ورأس حربة صفقة القرن. طيب دكتور، ربما أنت الآن استعرضت حتى الاتفاقات السلام التي تمت مع ما يسمى باتفاقيات السلام مع إسرائيل، كانت تسمى اتفاق أوسلو، اتفاق كامب ديفيد، بأسماء المدن التي وقعت في هذه الاتفاقيات، بينما اتفاق التطبيع بين كيان الصهيوني والإمارات والبحرين سمي باتفاق إبراهيم، هل هذا أيضا من ضمن هذا المشروع؟ نعم، يعني سمي بالاتفاق الإبراهيمي أو الصفقة الإبراهيمية، وحتى الإمارات نفسها
يعني لم تكتفي بالتطبيع، حتى تجاوزت التطبيع إلى أمر آخر، وهو دعم فكرة الدين الإبراهيمي ودعم فكرة العائلة الإبراهيمية. وبالفعل هي شرعت الآن في بناء مشروع بيت العائلة الإبراهيمي، وهو مشروع يضم صروحا ثلاثة صرح لكل دين من هذه الديانات الثلاثة. هذا المشروع الإبراهيمي أو ما يثار ويذاع الآن في الأوساط الثقافية وفي المناخ الديني حتى وفي الخطاب الشرعي لدى كثير ممن ينتسبون للدعوة وللشرع، مثل مثلا للأسف الشديد الشيخ العالم الكبير عبد الله بن بية، ذلك الذي سقط سقوطا مدويا مروعا، سقوطا ينبئ عن نفسية رجل يعني دخل ميدان الشرع وهو مدخول النفس. ذلك المفتون بن بية هو يدعم هذه الفكرة، يدعم فكرة العائلة الإبراهيمية، ليس فقط يدعم مسألة التطبيع مع إسرائيل، إنما يدعم حتى فكرة العائلة الإبراهيمية ويتحدث عنها ويثمنها ويدعو إلى ما يسمى بالسلام العالمي وما يسمى بهذه الأمور التي تعد من الخيال ومن المستحيل. وأيضا الأشد منه عنفا وتطرفا هو تلميذه وبوقه الثرثار، ذلك المسمى بوسيم يوسف، الذي يعني 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 انحط إلى دركات لا يتصورها عقل في الدعم لهذا المشروع والدفاع عنه. والمسكين يتصور، والمسكين يثير آيات هذا المغفور المفتون يثير آيات كثيرة، ويعتقد أن هذه الآيات ويزعم أن هذه الآيات تدل على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني معناها أنه ممكن يكون ممكن يكون من اليهود من هو أتقى من المسلمين، ومن النصارى من هو أتقى من المسلمين، من ثم فالكل إخوة في دين واحد. طبعا هو يناهض بذلك ويناقض بذلك ويؤول الآيات ويحملها على غير ما تدل عليه، ويناهض بذلك ويضاد بذلك المحكمات الشرعية الكبرى. يعني هناك محكمات شرعية كبرى تمنع منعا باتا مجرد التفكير في هذا المشروع. طيب دكتور، ربما الآن يتبادر للذهن كثير من الآيات القرآنية التي يقرأها حتى الأطفال ويحفظونها، يعني مثل قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل الذين يتبعون الآن ملة أو هذه الديانة الإبراهيمية بتصويرهم واتباع ملة اليهودية والنصرانية بهذا الأسلوب حتى يرضونهم؟ نعم دكتور. نعم. سألتك عن الآية قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في هذه الحالة اتباع ما يسمى بهذه الديانة الإبراهيمية إرضاء لليهود والنصارى؟ نعم دكتور، لا تعليق على هذه الآية دي. طيب دكتور، في هذه الأحوال ربما الآن كنت أريد أن أسألك حول الأدوات التي يمكن أن تطبق بها هذا المشروع. هو مشروع سياسي ولكن يستغل الدين بشكل منحرف حتى يمرر هذا المشروع. ذكرت الآن من ضمن ذلك بعض يعني المشايخ أو المنتسبين إلى الخطاب الديني من المسلمين، فما هي الأدوات التي يمكن أو يسعى هؤلاء أصحاب هذا المشروع لتنفيذه من خلالها؟ هم يسعون الآن إلى تجنيد عدد كبير جدا من المنتسبين إلى الخطاب الشرعي وإلى الدعوة، لكي يقتنعوا بهذه القضية وينشروها في الناس. وأيضا يسعون إلى إيجاد شعائر يندمج فيها العبادات الإسلامية مع العبادات اليهودية مع الشيء من العبادات النصرانية، لكي يقدموا بذلك أنموذجا للناس ليطبقوه. أيضا يسعون على المستوى السياسي إلى إيجاد مزار. مزار، هذا المزار هو هذا المزار يعتبر عابر عابر للحدود. هذا المزار يمثل الخط الذي سلكه إبراهيم عليه السلام مهاجرا من
العراق الى فلسطين، ومن فلسطين الى مصر، ومن مصر الى ايه؟ الى مكه. هذا المزار او هذا المسار، هذا المسار سيكون مزارا سياحيا كبيرا، ويسمونه مسار ابراهيم عليه السلام. وتكون رحله ابراهيم، هذه الرحله وهذه الهجرات المتتاليه لابراهيم عليه السلام التي تمثل رحلته من المبدا الى المنتهى، هذا المسار سيكون مزارا سياحيا وتاريخيا، وهذا سيؤدي الى نشر الثقافه، ثقافه الدين الموحد، دين ابراهيم الموحد. يعني عندهم كثير من هذه الامور. من ذلك ايضا استثمار الخلاف الديني، الخلاف الديني والتعدديه الدينيه. اولا الخلاف الديني مثلا بين السنه والشيعه، وسيسعون الى تعظيم هذا الخلاف وجعل هذا الخلاف هو الخلاف الاكبر والاولى بالعنايه من الخلاف العربي الاسرائيلي. تمام؟ ايضا سيستثمرون مساله التعدديه الدينيه، ويقولون ان التعدديه الدينيه هي التي تقوم على وجوب قبول الاخر طالما ان الدين تعدد. وهذه التعدديه يعني مع نظريه طبعا ايه نسبيه الحقيقه التي يقولون بها من قبل. فالتعدديه الدينيه مع نظريه نسبيه الحقيقه تحتم القبول بالاخر، وطالما انه هناك قبول بالاخر، اذا من اجل السلام والتنميه الاقتصاديه وتنميه والتنميه البشريه من اجل السلام ومن اجل الرفاهيه، اذا ندعو الى دين واحد طالما ان هناك تعدديه وان القبول بالاخر امر حتمي حسب نظريه النسبيه الحقيقه، اذا لماذا لا ندعو الى دين موحد؟ كل هذه وسائل واساليب وتقنيات يريدون من خلالها السعي عمليا الى تطبيق هذه الديانه. وربما أيضا ما يسمى بإعادة قراءة النص وتوسيع دائرة التأويل في النص الديني، أيضا لتطويع النصوص إلى مثل هذا المشروع. نعم دكتور، في مثل هذه الأساليب، يعني تسخير بعض الكتاب ربما لما يسمى بإعادة قراءة النص. تسمعني دكتور؟ تسمع. نعم، في هذه في مثل هذه الأساليب ذكرت الآن عدة أدوات يمكن استعمالها لتطبيق وتنفيذ وتمرير هذا المشروع، ومنها أيضا الجانب السياحي، مسار ما يسمى بمسار إبراهيم. لكن أيضا هناك يعني مؤتمرات تقام في قضية حوار الأديان ووحدة الأديان وترويج مثل هذه المصطلحات، التعايش السلمي وغيرها. والآن ذكرت أيضا قضية التعددية الدينية، واعتبار أن هذه أيضا من تبريراتهم لتمرير هذا المشروع. نعم، يعني أعتقد أن أيضا المؤتمرات الدولية التي يعني سوف تقام من أجل الدعوة إلى هذا الدين ستكون لها تأثير كبير، وسيدعى إليها رجال دين من المسلمين والنصارى واليهود لكي يتحاوروا ويدعموا هذه الفكرة. نعم. طيب دكتور، ربما أيضا يرد سؤال في قضية الآن التقارب بين النصارى واليهود. يعني أيضا النصارى واليهود ليسوا كتلة واحدة، هم أيضا فرق ويعني أشبه بالديانات داخل الدين الواحد، فما الذي جعلهم يتقاربون في هذا العصر؟ نعم، يعني الله عز وجل قال من قبل في سورة المائدة، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي ذات الوقت هؤلاء الذين بعضهم أولياء بعض هم أعداء، قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني بين اليهود والنصارى عداء شديد. هذا هو الأصل، لأن النصارى يعتقدون أن اليهود أجرموا في حقهم بقتلهم لسيدنا عيسى عليه السلام. واليهود يعتقدون أن النصارى ابتدعوا دينا جديدا وادعوا أن عيسى الذي ينتظرونه قد بعث. قد بعث، ومن ثم المسيح الذي ينتظره قد بعث. ومن ثم فبين اليهود والنصارى، هذا المفترض، بين اليهود والنصارى عداء شديد، عداء شديد.
لكنهم يتناسون هذا العداء في مواجهة الأمة الإسلامية. حتى بين نصارى أنفسهم، بين الكاثوليك والبروتستانت، عداء مرير وعداء دامي. وكم من حروب دارت، منها حرب السنوات التسع، ومن الحروب التي دارت على إثر على إثر حركة مارتن لوثر. هذه الحروب التي اجتاحت أوروبا سنين عديدة، هذه الحروب يعني أنشأت عداء مستحكما، وبينهم عداء مستحكم. لو أن الأمة الإسلامية نهضت ويعني تخلصت من العقابيل والعراقيل وبدأت تنهض، سوف يظهر بين هذه الأمم والشعوب ما بينها من عداء، وسوف نرى اقتتالهم عن قريب. لكن يعني هم يتناسون هذا كله لأنهم يرون في الأمة الإسلامية المندوحة عن الصراع فيما بينهم، فيرون أمة متاحة ومباحة يعوضون فيها فضول قوتهم وفضول يعني صليبيتهم وفضول الحقد والحسد الذي يسيطر على قلوبهم. نعم. وأيضا ربما دكتور تقارب بين البروتستانت واليهود الذي ربما نتج عنه ما يسمى بالإنجيليين والمحافظين الجدد، ولهم أيضا عقائد متقاربة في قضية قيام إسرائيل. دكتور ربما نستأذنك والإخوة المشاهدين في أخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم. بهم تعلو بأوطان الصروح طموح في تناصح. مرحبا بكم وبداعتكم في هذا الملتقى، شرفتنا بحضوركم لنقل وجهة نظرنا إلى عامة الشعب الليبي. تناصح التي تواكب كل الأحداث. نحيي قناة التناصح في لتواجدها في مدينة غريان، وشكرا لقناتكم الكريمة أن أعطتنا الوقت هذه المساحة هذه كيف عبرنا شوية على اللي في خطرنا. ورب إن شاء الله يوفق قناة التناصح الذي واقفة أعباء الثورة المباركة. قناة التناصح الفضائية، رصد ومواكبة ومناصرة في موج ليل ونجم في العلا يسمو يلوح كبلسم عزة بالطهر يسري شفاء لا تكدره الجروح. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك دكتور عطية عدلان أستاذ السياسة الشرعية. كنت يعني تتحدث قبل الفاصل حول تقارب في هذا العصر بين اليهود وخاصة في إسرائيل وبعض النصارى. خاصة دكتور تعليقك حول أن هناك يعني الآن خاصة من يتصدرون في الإدارة الأمريكية لها تأثير من هذه المبادئ أو هذه العقائد وما يسمى بالإنجيليين الجدد ومحافظين وبعض العقائد البروتستانت خاصة الذين يتقاربون مع اليهود في هذا. يعني الصليبية المسيحية لا تقل خطورة وعنفا عن الصهيونية المسيحية لا تقل خطورة وعنفا عن الصهيونية اليهودية. فإذا كانت الصهيونية اليهودية قد ابتدعت ما يسمى بدولة إسرائيل من أجل عودة المسيح مسيحهم من أجل عودة مسيحهم، فإن الصليبية النصرانية الصليبية المسيحية تتفق مع الصليبية اليهودية في ضرورة قيام دولة إسرائيل وضرورة انتظار المسيح. لكن هم يختلفون في هذا المسيح، أهو المسيح الذي يعني تنتظره إسرائيل وتعتقد أنه لم يبعث بعده، أم هو المسيح الذي يعني بعث كما يؤمن النصارى وأنه سوف يعود ليحكم العالم مرة ثانية. المهم هذه نقطة خلاف يؤجلونها الآن ريثما يرتبون أمرهم مع الأمة الإسلامية.
فهذه الصليبية لا تقل صليبية، هذه الصهيونية المسيحية لا تقل عنفا عن الصهيونية اليهودية، بل إن الـ يعني الوقائع المعاصرة تشهد بذلك. فليقرأ الناس إن أرادوا كتاب النبوءة والسياسة لغريس هالسل، وتنقل عن يعني زعماء كبار أمريكان وصلوا إلى يعني فيما أذكر 7 أو 9 من الزعماء الأمريكان يؤمنون بدولة إسرائيل، ويؤمنون بعودة المسيح، ويؤمنون بحتى معركة المجدون، يعني يؤمنون بمعركة المجدون. هذه الخرافة التي تستند إلى نبوءة توراتية من التوراة المحرفة عندهم، ويعتقدون بأنها في معركة المجدون سوف يبيدون العرب والمسلمين. كل هذا يؤمن به زعماء كبار في حجم دوران، في حجم مثلا ريجن وفي وبوش وغيرهم. فالحقيقة طبعا وحتى الهجرة هجرة الشعوب الأوروبية ولا سيما البروتستانت، وبالأخص منهم من يسمون بالبيوريتانيين اللي هم يعتبروا أصحاب مذهب متشدد عندهم، هؤلاء كانوا يشيعون ثقافة معينة، وهي أن هجرتهم إلى الأرض الجديدة إلى أمريكا هي تمثل تماما الهجرة إلى الأرض الموعودة. وعندما قامت دولة إسرائيل حاول هؤلاء المتشددون والمتطرفون أنهم يعتبروا بذرة اليمينيين للوقت الآن، حاولوا إثناء الكتاب الدستور الأمريكي الأباء المؤسسين مثل توماس جيفرسون، واتهموه حتى أيامها بأنه باتهامات كثيرة، حاولوا أن يثنوهم عن في كتابة الدستور عن العلمانية، وألا تكون الدولة علمانية، وأن تكون دولة دينية، وأن تحكم بشريعة التوراة، وأن تدعم قيام دولة إسرائيل وما إلى ذلك. فهذه العقيدة يتشارك فيها البروتستانت مع اليهود تشاركا تاما، لكون البروتستانت أصلا قائمين على إعادة العهد القديم والتوراة وضمها مع الأناجيل في كتاب واحد، ويعني جعل هذا الكتاب هو الكلمة الرب لكل أهل الكتاب من بني إسرائيل واليهود. طيب دكتور، ربما نعود إلى الحديث حول مخاطر هذا المشروع ما يسمى بالديانة الإبراهيمية الجديدة. لو تذكر لنا دكتور، ما وجه التعارض بين هذا المشروع وبين أصول الإسلام، وهل يمكن أن يقبل به مسلم؟ نعم دكتور، وجه التعارض بين هذا المشروع وبين أصول الإسلام. ربما يرى البعض بأن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا إلى ملة إبراهيم، وبالتالي اتباع ملة إبراهيم. الإسلام هو ملة إبراهيم. نعم، وملة إبراهيم هي الإسلام. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد حرفوا دينهم، ومن ثم خرجوا عن خط إبراهيم عليه السلام وعن مسيرة الحنفاء. فالإسلام هو الحنفية السمحة التي ولدت سيدنا إبراهيم عليه السلام، يذكر في كتاب الله عز وجل ذكرا خاصا، فيوصف مرات لا تقل عن 7 مرات يوصف بأنه حنيفا مسلما، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وعزت بالحنفية السمحة. فالإسلام هو الحنفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. أما هؤلاء فقد حرفوا دين إبراهيم، سواء إذا كان المشركون الذين كانوا حول الكعبة أو وضعوا فيها تصاوير بجانب إبراهيم عليه السلام، أو اليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة والإنجيل. كل هؤلاء لا يستحقون الانتساب لإبراهيم عليه السلام. ومن ثم فنقول إن الدين الإبراهيمي هذا وفرض الدين الإبراهيمي على المنطقة مصادم تماما لمحكمات الدين الكبرى. أول هذه المحكمات أن القرآن الكريم وأن الإسلام نسخ كل ما قبله من الشرائع. ثانيا أنه لا يقبل من أحد دينا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة،
وأن اليهود والنصارى مخاطبون بالإسلام كسائر الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خاطبهم في كتابه ودعاهم إلى الدخول في الإسلام. دعا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا بمنزل عليكم مصدقا لما بين يديه. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، التكرار النداء لأهل الكتاب في القرآن الكريم بأن يؤمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم كثير ووفير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام وجاهدهم، وأمره الله عز وجل بأن يجاهدهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل اليهود فرقة بعد فرقة من المدينة، وقاتل النصارى وأخذ منهم الجزية، ومن بعده الخلفاء الراشدون قاتلوا فارس والروم والنصارى واليهود وأخذ منهم الجزية وخيرهم بين الإسلام والجزية والقتل والسيف، فإما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، وإما أن تستمر الحرب حتى يتحقق هذا أو ذاك. هذا أو ذاك، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدخلوا في الطاعة لدولة الإسلام بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن ثم فإن هذا الدين مصادم لمحكمات الإسلام الكبرى، ولا شك أن من أكبر هذه المحكمات أن الإسلام دين لا يقبل أبدا الامتزاج بأديان أخرى، فالحق والباطل ليس بينهم مسافة إلا الباطل، والحق لا يقبل أبدا أن يمتزج مع الباطل، وكذلك الباطل الصريح لا يمكن أن يمتزج مع الحق، وإنما الصراع بين الحق والباطل دائر من مبدأ الحياة إلى منتهاها، ولا يمكن أبدا الحق والباطل أن يلتقيا حتى يلتقي النور والظلام في نقطة واحدة، ولا يمكن أن يظللهما سقف واحد حتى يظلل المكان الواحد في الوقت الواحد ليل ونهار، ليل ونهار في وقت واحد. الحق والباطل لا يمكن أن يلتقيا في حال من الأحوال، ولا شك أن الإسلام هو الحق وأن ما سواه هو الباطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن ثم نقول إن هذا الدين معارض، إن هذا الدين الذي يريدنا فرضه معارض ومضاد لمحكمات الإسلام كافة، لمحكمات الدين كلها، فلا يمكن بحال من الأحوال الإقرار عليه، ولا يمكن بحال من الأحوال السكوت عن هؤلاء الأبواق الذين يدعمون هذه الفكرة الباطلة ويريدون أن يروجوها ويبادرون إلى إرضاء الكيان الصهيوني على حساب الأمة الإسلامية وعلى حساب مشاعر المسلمين. طيب دكتور، ربما هذا الطرح، ربما هذا المشروع بدأ منذ فترة يجد سبيله إلى الواقع وتبنته بعض الإدارات الأمريكية بداية ترامب، يعني حتى منظمة الأونروا في فلسطين كانت يعني غيرت من بداية مجيء ترامب في المناهج من أول ابتدائي إلى رابع ابتدائي، غيرت اسم عاصمة القدس، كانت تسمى عاصمة فلسطين، أصبحت القدس المدينة الإبراهيمية. فهناك يعني خطوات ربما تتبع في هذا المشروع. السؤال دكتور، يعني بما أن هذه القضية بهذا الوضوح من ناحية الإسلامية، لماذا لا يكون هناك مشروع أو تعاون مشترك مع جميع العلماء من جميع الطوائف ومن جميع الاتجاهات، ولا يكون قاصرا على صنف معين من المسلمين كالسلفية مثلا أو بعض الاتجاهات الأخرى؟ لماذا لا يكون هناك تعاون مشترك لصد هذا العدوان على الديانة؟ نعم دكتور، يعني لم أسمع السؤال جيدا والله. السؤال دكتور حول لماذا لا يكون هناك تعاون مشترك بين جميع العلماء من جميع الاتجاهات الإسلامية، لا يكون هناك تبني هذه القضية من طائفة معينة من المسلمين مثلا كالسلفية، لماذا لا يكون هناك تعاون بين مع الصوفية مع الأشاعرة مع غيرهم، بما أن القضية تتعلق بأصل الدين؟ هذه قضية المسلمين أجمعين ويجب أن يتعاون الجميع عليها، وأنا أعتقد أن هناك بالفعل من يتعاون الآن على ذلك، هناك بالفعل وقد
يعني سبق منذ أيام قليلة مجموعة كبيرة من العلماء ومجموعة من المنظمات العلمائية والهيئات والروابط العلمائية أصدرت بيانا في ذلك مشتركا، وكذلك أيضا مجموعة من العلماء الذين ينتسبون إلى اتجاهات شتى ومذاهب شتى شاركوا في مؤتمر وقبل ذلك وندوة. فأنا أعتقد أن هذه القضية تعتبر قضية الإسلام والمسلمين أجمعين وليست قضية فئة معينة من الفئات، وأنه يجب على الجميع أن يتعاونوا على ذلك وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ريب أن أخطر شيء يهدد الإنسان هو أن يهدد في دينه وعقيدته، وهذا تهديد أكبر تهديد للجميع. فإذا كان السلفيون مثلا يعتقدون أن الصوفية تهديدا لهم، أو الصوفية يعتقدون أن السلفية تهديدا لهم، أو أن مثلا الأزهر يعتقد أن الإخوان تهديد لهم أو العكس، لا، هذا الدين الإبراهيمي الجديد تهديد للجميع. فينبغي على الجميع أن يطرحوا خلف ظهورهم خلافاتهم ويضعوها تحت أقدامهم، وأن يجتهدوا في الذب عن الإسلام والدفاع عن الحمى العقيدة، وليس فقط ضد الدين الإبراهيمي المزعوم هذا، وإنما ضد كل ما يهدد الأمة الإسلامية الآن. الأمة الإسلامية الآن مهددة بالاجتثاث، والدين الإسلامي الآن مهدد بالاجتثاث من جذوره. فينبغي أن نطرح كل هذه الخلافات جانبا، وأن نفرغ إلى الهدف الأكبر وهو الدفاع عن العقيدة وحماية البيضة والزودة عن حياض الدين. طيب دكتور، أيضا ربما حتى تذكير للمشاهد بخطورة هذه القضية، يعني ربما هناك صدرت عدة مؤلفات ومقالات حول خطورة هذا الموضوع، ومنها ربما مر علي في عند قراءة مقالاتك حول هذا الموضوع مؤلف للدكتورة هبة جمال أظن من المجلس الوطني المصري. لو تعطينا فكرة عن ما كتب حول هذا الموضوع. هو من بواكير ما كتب في هذا الموضوع ما كتبته الدكتورة هبة جمال الدين حول هذا الدين، حول هذه البدعة الإبراهيمية. وقد يعني حقيقة يعني أنجزت وأوجزت وأتت بالموضوع من جذوره، وتحدثت عن نشأة هذه الفكرة في جامعة فلوريدا ثم جامعة هارفارد ثم تبناها بعد ذلك مؤسسة ران التابعة للCIA، ثم بعد ذلك تبنتها أحزاب ووزارات وقوى في المجتمع الأمريكي كبيرة يعني. وأيضا تكلمت عن الخطط التي يعني بدأوا في رسمها مثل المسار الإبراهيمي، تحدثت كذلك عن الأصل الذي يستندون إليه وهو إيمان المسلمين بإبراهيم، وكذلك اليهود والنصارى بإبراهيم، ووجود نصوص في القرآن وتوراة والإنجيل كلها تجل وتعظم إبراهيم عليه السلام. تحدثت كذلك عن الدوافع، عن دوافع التي دعتهم إلى ذلك. فالحقيقة من أهم من كتبوا في هذا الأمر هو الدكتورة هبة جمال الدين. ونحن في مركز محكمات الذي أتشرف بتولي إدارته، نحن في مركز محكمات أصدرنا بحثا لأحد الكتاب المعنيين بهذه المسائل، وهو أستاذ دكتور متخصص في علم الأديان والمقارنة بين الأديان، بحث متخصص في هذا الشأن عن الدين الإبراهيمي، سوف ينشر قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الـ يعني مشاركة مركز محكمات للبحوث والدراسات في الفعاليات الفلسطينية القادمة، ربما قد يكون قريبا في يوم الأرض الفلسطيني أو بعد ذلك بقليل سوف يبدأ نشر هذه الأبحاث، والتي منها هذا البحث القيم الحقيقة يعني. طيب دكتور، في ونحن في هذا الأسبوع، في أسبوع القدس العالمي، ألا يصح أيضا أن ننوه بهذا الأسبوع، وخصوصا في مثل هذه لمواجهة مثل هذه المشاريع التي تريد أن تلغي عقيدة أن القدس أو مسألة أن القدس عاصمة إسلامية وعاصمة فلسطين؟ نعم دكتور، أعتقد أن هذا مهم، ولا سيما أننا في هذه الأيام
نحن نقترب من ليلة الإسراء والمعراج، الليلة المباركة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الإسراء الذي يعني دل على أن هذه المقدسات لم تعد لمن يدعيها. فإذا كان المسجد الحرام قد ادعى شرف الانتساب إليه قريش، والمسجد الأقصى ادعى شرف الانتساب إليه اليهود، فإن رسول الله أسري إليه به بين المسجدين كإشارة، بل إشارة قوية إلى يعني أنه قد بسط يمينه على هذه المقدسات وهو الأولى بها من غيره، لأنه إذا كان هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وإذا كان مرسلا إلى الناس كافة، فلا ريب أن كل مقررات الأنبياء والمرسلين وتركتهم تؤول إليه وحده دون غيره. ومن ثم لذلك كانت صلاته بالأنبياء بمثابة التوثيق والتصديق على عقد الملكية لهذه المقدسات. ثم جاء الفتح العمري للمسجد الأقصى وللقدس لكي يؤكد أن القدس إسلامية إلى يوم الدين. فالقدس هويتها إسلامية، واليهود هؤلاء ليس لهم في القدس أي نصيب، وهم إذا ادعوا ذلك فإنما إما يدعونه بالحقية الدينية الشرعية أو بالحقية النسبية الحضارية، وكلا الأمرين لا يصح. فأما من الناحية الحضارية فالذي بنى القدس هم اليبوسيون، وهم من الكنعانيين من العرب، والذي يعني وهم لم يقتموا فيها سوى يعني تقريبا 70 عاما من بين 5000 سنة. القدس موجودة، القدس عمرها أكثر من 5000 سنة الآن، ما أقاموا فيها حضارة إلا لمدة 70 سنة فقط، لما لكن الباقي كله كان للعرب ولمن أغار على القدس، لكن العرب أقاموا فيها فترة طويلة، فهم الذين أسسوها وهم الذين بنوها. هذا من جهة السبق الحضاري أو الجذر الحضاري. أما من جهة الجذر الديني، فالجذر الديني ليس بالادعاء إنما بالاتباع. فالذي له حق ملكية المقدسات هم الذين على أثر وعلى طريق الأنبياء، فنحن أولى بإبراهيم بل وبإسرائيل يعقوب عليه السلام وبذرية إسرائيل من الأنبياء كيوسف وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وسليمان وداود، نحن أولى بكل هؤلاء منهم. هؤلاء مسلمون ونحن مسلمون. أما اليهود والنصارى فهم خارج التاريخ، لأنهم خرجوا من إيه؟ من ذلك كله. وحتى الدراسات أثبتت تماما يعني كثير جدا جدا من علماء الآثار اليهود قالوا، وهم أساتذة في جامعة تل أبيب، قالوا كلاما صريحا إن الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى لم تنتهي إلى شيء، ويبدو أننا كنا نعيش أكذوبة كبيرة. كلهم قالوا هذا الكلام، وكثير من المؤرخين من بين اليهود أيضا من قال إن هؤلاء اليهود الصهاينة الذين يعيشون في إسرائيل الآن ويقومون بالمشروع الصهيوني، هؤلاء لا ينتسبون إلى بني إسرائيل اللي هم أبناء يعقوب عليه السلام، وإنما ولا لأي قبيلة من قبائل الاثنى عشر، الأسباط الاثنى عشر، فقط 20% منهم تقريبا، لكن أو 10%، لكن 90% منهم إنما ينتسبون إلى يعني جماعة من اليهود دخلوا في اليهودية في وقت متأخر واضطهدوا وطردوا في البلاد. أما أكثر اليهود الذين هم من أسباط الاثنى عشر، أكثرهم أسلموا، 80% منهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، ومنهم قبائل كقبائل البشتون وغيرها، هؤلاء أكثرهم أسلموا. أما هؤلاء اليهود العشرين الآن لا يمتون بالصلة، يعني 80% منهم أو 90% لا يمتون بأدنى صلة إلى أبناء إسرائيل الأسباط الاثنى عشر. ومن ثم فكل هذه أكاذيب صنعت إسرائيل كأكذوبة دينية، والحقيقة أن تمسكهم بالقدس وبالهيكل وبهذه النزعة الدينية ما هي إلا من أجل اجتذاب اليهود من شتى أقطار العالم لكي يهاجروا إلى إيه؟ إلى إسرائيل ويتحقق المشروع الصهيوني الكبير. وإلا فالمعروف عن كثير ممن يعني اهتموا بالقدس وبكوا أمام حائط المبكى من زعماء إسرائيل من أمثال بن غوريون ومشهد ديان كانوا ملحدين لا علاقة لهم حتى بالدين اليهودي، فهي يعني كلها أكاذيب في أكاذيب.
نعم، نشكرك دكتور عطية عدلان أستاذ السياسة الشرعية، نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به في هذه الحلقة، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.